صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. عايز اعمل ايداع يا فندم؟ شخصي ولا شركه؟ شخصي يا فندم. طب محتاجه رقم حساب بعد اذنك. اتفضل يا فندم. شباك رقم 5. للاسف يا فندم حضرتك مش قادر تعمل الايداع. ليه يا فندم؟ علشان حضرتك محتاج تحديث بيانات. تحديث بيانات؟ ايوه. طب اعمل ايه يا فندم؟ حضرتك تطلع فوق لخدمه العملاء هيحلوا لك المشكله دي. طب تمام، شكرا يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. اقدر اساعد حضرتك ازاي؟ يا فندم دلوقتي كنت بعمل ايداع عشان اشتري حاجه اونلاين من على النت وكده، فطلب مني حضرتك تحديث بيانات يا فندم. تحديث بيانات؟ طيب عايزه رقم الحساب او الرقم القومي؟ اتفضل يا فندم. اوكي، ممكن اعرف اسم حضرتك بالكامل؟ مكتوب مع حضرتك يا فندم في البطاقه. لا معلش يا فندم، برضه زياده التاكيد. حسن فوزي عيد سعيد. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه. طيب ممكن اعرف من حضرتك العنوان يا فندم؟ ما انا مديك البطاقه. ما انا طبعا مقدره جدا ان حضرتك مديني البطاقه، بس حضرتك زي ما انت حضرتك زي ما انت شايف ان البطاقه هتنتهي السنه الجايه، يعني الصوره دي بقى لها 6 سنين، وطبعا حصل شويه متغيرات على حضرتك، يعني مثلا شعرك هنا ابتدى يطقطق ابيض وهنا شعرك اسود، هيك بقى فيه لغد، فانا لازم اتاكد. يعني دي مشكلتي يا فندم؟ اكيد طبعا يا فندم، دي مش مشكله البنك، يعني حضرتك اهملت في نفسك. هو ده قلم اسود يا فندم؟ اه حضرتك لو عجب حضرتك اتفضل، ده هديه من البنك يا رب تكون مقبوله. ميرسي جدا يا فندم، يا رب نخلص. اظن كده بقى المشكله اتحلت. والله هي فكره مش بطاله، بس انا عندي ليك حل فظيع، يعني في صبغه اسمها باليت رهيب، ولو جربتها هتنفع. نعم. حضرتك قلت لي انت كنت عايز تعمل تحديث بيانات، مظبوط؟ ايوه فندم. تم تحديث بيانات حضرتك بنجاح. طيب يا فندم شكرا. العفو. حضرتك طبعا هتنزل دلوقتي علشان تعمل الايداع. ايوه يا فندم. هتروح بقى تاخد رقم من اول وجديد، وحضرتك هتقعد تستنى دورك يعني. يا فندم طب ما في اي بنك يا فندم خدمه العملاء بتحول على طول. حضرتك قلت ايه؟ قلت ايه؟ في اي بنك. حضرتك انت هنا عميل مميز في بنك مميز، فلازم ولا بد وحتما ان السيستم عندنا يبقى مميز. طبعا يا فندم احنا عندنا هنا رقم واحد بيساوي خدمه واحده، فحضرتك خدت رقم واحد والخدمه اللي عند حضرتك استنفذت، للاسف انا نفذتها لك، فللاسف تنزل تاخد رقم من اول جديد. شرفتني يا فندم. ميرسي جدا يا فندم. اتفضل. معلش. ايوه يا فندم. اتفضل. عملت تحديث بيانات يا فندم وعايز اعمل ايداع. ايداع شخصي ولا شركه؟ ايوه شخصي يا فندم. تمام. حضرتك هترجع كام؟ 2800 يا فندم. 2800؟ ايوه. تمام يا فندم. اتفضل يا فندم. محمد صور لي البطاقة دي وتعالى. طب ماشي انزلنا هنا. ممكن اقلم يا فندم؟ اه طبعا. اتفضل يا فندم. كده سمع بقى في الحساب يا فندم، اقدر اسحب عادي؟ هو خلاص الفلوس سمعت في الحساب، بس للاسف حضرتك مش قادر تسحب دلوقتي. ليه يا فندم؟ علشان حضرتك علشان تسحب الفلوس لازم تستنى 6 شهور وهتسحب منهم 10% من المبلغ. 10% في المبلغ؟ ايوه. ازاي يعني يا فندم؟ لا ما حضرتك هو ده سيستم البنك عندنا. طب ايه الحل يا فندم؟ لا هو الحل حضرتك تطلع فوق بقى خدمه العملاء يحلوا لك المشكله بتاعت حضرتك يعني. طب يا فندم اتفضلي الاتصال يا فندم وهات الفلوس يا فندم. لا خلاص الفلوس اتحطت فعليا في الحساب، انا مديها لك منين؟ هتلاقي تقريبا كمان رساله هتيجي على تليفون حضرتك ان تم ايداع 2800 جنيه في حسابك، فمش هينفع يا فندم. ده مش هينفع يا فندم. انا مش هقدر اساعد حضرتك، تطلع فوق لخدمه العملاء يحلوا لك مشكلتك. ماشي يا فندم شكرا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. انا كنت عند حضرتك من 4 ساعات ونص عشان اعمل تحديث بيانات يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. حدثتها حضرتك يا فندم؟ حدثتها يا فندم. طبعا المشكله يا فندم ان انا دلوقتي بعد ما عملت ايداع بتقلي ما ينفعش ان انا اسحب. يا خبر قالك ما ينفعش تسحب؟ ايوه يا فندم. طيب انا ممكن يعني ادوك ايصال، فانا محتاجه. يا فندم ايصال. اوكي الايصال اهو. معلش ممكن الرقم القومي؟ اتفضلي يا فندم. طيب ممكن حضرتك بس تقول لي اخر مره اتعملت عمليه ايداع كانت امتى؟ اللهم طولك يا روح. ما انا جايب لحضرتك الوصل دلوقتي يا فندم. مظبوط مظبوط. طيب حضرتك ممكن تقول لي معلش المبلغ؟ 2800 يا فندم. مظبوط يا فندم 2800 مظبوط. ممكن بقى تقول لي ايه هي المشكله؟ المشكله يا فندم ان انا مش عارف اسحب الفلوس. تسحب الفلوس؟ للاسف يا فندم حضرتك مش قادر تسحب الفلوس.
ما انا عارف يا فندم، بس ايه الحل وليه يعني؟ ما هو حضرتك بما ان احنا في بنك مميز وعملائنا مميزين زي حضرتك، فطبعا لازم السيستم يبقى مميز. فاحنا هنا السيستم بتاعنا ان حضرتك مش هينفع تسحب اي جنيه من الحساب غير بعد ما يمر على تاريخ الايداع 6 شهور، وبعد 6 شهور طبعا حضرتك تقدر تسحب براحتك يعني، بس بقيمه 10% من المبلغ يعني حوالي. ايه يا فندم انا مال انا بالقصص ديت كلها يا فندم؟ انا في حاجه ولازم تدفع دلوقتي، لازم ادفعها دلوقتي يا فندم. الحل دلوقتي حضرتك ممكن تتصل برقم 16 16 17 18 19 20 وتشرح لهم المشكله وهم يحلها لك ان شاء الله. كام يا فندم تاني؟ لا حضرتك، حضرتك في مواعيد انتهاء عمل وفي عملاء مميزين منتظرين والله العظيم ادوار. طبعا حضرتك متفاهمني يعني، على الباب بره حضرتك هتلاقي لوحه كده بيضاء مكتوب عليها رقم. ممكن طلب تاني يا فندم؟ طبعا يا فندم تؤمر. حضرتك بتقولي ان انا ما ينفعش اسحب غير بعد 6 شهور. مظبوط يا فندم. طيب يا فندم انا كنت عامل وديعه من سنه ونص كده. وديعه من سنه ونص؟ طيب اوكي، وديعه من سنه. مظبوط يا فندم. وعدى عليها 6 شهور. حصل يا فندم اهو. طيب حلو قوي، بما ان عدى عليها 6 شهور فانا عايز اكسرها، عايز افكها. طب هيتفضل اكسر. طيب يا فندم حضرتك اعملها لي يا فندم. طبعا اعملها لحضرتك طبعا، ده شغلي طبعا يعني، بس حضرتك لازم تنزل تاخد رقم وتستنى دول حضرتك من اول وجديد. اتفضل يا فندم، شرفتني.